السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور القناة اليوم 24 اللي استضفتنا في هذا الموضوع اللي نتكلم عليه اليوم اللي كيخص الجالية المغربية مقيم الخارج والانتظار الكبير يعني بمعبر الحديدة باب سبتة. أتكلم بمعبر الحديدة باب سبتة لأنني مؤخرا حضرت على قبل أسبوع قبل عيد الفطر حضرت على انتظار الأفراد كبير من الأفراد محسوب على عدد أصابع أفراد الجالية المغربية مقيم الخارج. بالنسبة للمغاربة المقيمين بإسبانيا ولا اللي يشتغلون بسبتة ينتظروا لساعات طويلة قبل الخروج ديالهم. واول ما يعني حاجه تذكرت ان فكرت كيف يعقل ان سنعيش نفس الشيء في الصيف يعني خصوصا الزمن في الصيف يعني عوده افراد الجاليه المغربيه مقيمه بالخارج. وتذكرت كذلك ما وقع يعني في الصيف الفائت يعني بعد فتح الحدود ان هناك لا نقول ان الافراد الجاليه المغربيه انتظروا لمده اكثر تسع سنوات تسع ساعات او 10 ساعات وهناك من بات هناك معبر حدودي الا بعد تدخل لجنه يعني من البرلمان لان وقفت على حل هذا المشكل ديال الانتظار. ومره اخرى نطالب السلطات لان فهي مشكوره على التجهيزات اللي قامت بها يعني خصوصا في الفتره اللي كانت الحدود مغلقه. بالنسبه للمشكله هذا ديال الانتظار خصنا السلطه المغربيه ووزاره الخارجيه المكلفه بالشؤون الخارجيه كذلك تشوف المشكل اللي كيعانيوا افراد الجاليه المغربيه باب الحدود. وكذلك بالنسبه للمعابر هناك معابر يعني كيف يعقل ان خلط هذا المعبر بين افراد الجاليه المغربيه وبالنسبه المغاربه مقيمين في اسبانيا مثلا بسبته ويشتغلون بسبته. فنطالب مرات اخرى كجاليه يعني يجب فتح معبر خاص يعني خاص بالجاليه المغربيه والحالات المستعجله لان كيف يعقل كذلك هناك سيارات يعني فيهم اسره واطفال صغار ينتظرون لساعات طويله وخصوصا في فصل الصيف. اذا مره اخرى نطالب السلطات يعني يجب الوقوف على حل هذه المشكله ذلك يعني افراد الجاليه المغربيه وخصوصا احنا مقبلين شهور قليله على فصل الصيف عوده الجاليه المغربيه في الوقت العيد الزاني عيد زمن مع عيد الاضحى وعطله الصيفيه. لا نريد ان نعيش ما عشنا في السنوات القادمه. الحمد لله فالسلطه المغربيه تقوم بكل ما وسعها لحل المشاكل والجمر كذلك، ولكن اليوم لا ننكر اننا ما زلنا نعاني يعني الانتظار بالمعبر الحدودي خصوصا باب سبته بحكم احنا يعني قريب من باب سبته وكنشوف بعض المعاناه مع الاخوه كيتواصلوا معنا باب سبته. احنا كفاعلين جمعويين كنحاولوا نتنسقوا بيناتنا بالنسبه للفاعلين الجمعويين باسبانيا والمغرب اليوم كيكون قرابين على الوقوف على بعض المشاكل والمعاناه اللي كيعانيوا افراد الجاليه. ومرة أخرى نطالب السلطات ونشكرهم جزيل الشكر على المجهودات ديالهم بحل المشكل هذا العاقل اللي كيعيقنا خصوصا قبل الفصل الصيف إن شاء الله. أنا ضوء ذلك طبعا اللي كنعتبروا أنه ساعة ديال الانتظار في غياب المرافق الصحية يعني ما كاينش لي تواليت معاناة لي بطبيعة الحال بطبيعة الحال أن يعني كيف يعقل يعني اسره داخل السياره ستمكث لمده ساعات طويله هناك اطفال صغار يجب انهم يكونوا هناك. لا ننكر اننا ان السلطات يعني تقوم بواجبها ولكن في الطريق ما بين هولندا بلجيكا فرنسا هناك محطات استراحه هناك ملاهي بالنسبه للاطفال والالعاب وينتظروا لمده ثلاث ايام يعني الوصول بالمعبر الحدودي للدخول ارض الوطن ولكن ما يعيقهم هو الانتظار لمده ساعات طويله. اذا يجب الوقوف على يعني هذه النقط هذه على الاقل يكون هناك مرافق بالنسبه للاطفال الصغار بالنسبه للاستراحه بالنسبه يعني الانتظار. وشكرا لكم ومره اخرى نطالب السلطات على الوقوف وحل هذه المشكله بالمعبر الحدودي بسته لكي نرى ما راينا في السنوات الفائته. وتحيه للسلطات اللي كتقوم بواجب ديال المعبر الحدودي وشكرا لقناه اليوم 24 تحيه لكم.